مرحبا بكم في قناة قمريات. قبل أن نبدأ الفيديو نتمنى أن لا تنسوا دعمنا باشتراك وبإعجاب وبتفعيل زر الجرس. ما لا تعرفوه عن أبطال مسلسل 40 في 20. في البداية قصة هذا المسلسل، يستيقظ فهد بعد غيبوبة دامت ما يقرب من 20 عاما، ويجد نفسه في 40 من عمره محاولا التذكر والتعرف على كل شيء فاته، ويفاجأ بطلاق زوجته عهد منه وتقربها من ابن خاله صالح، ويجد نفسه في مفترق الطرق، أما أن يكمل وحيدا أو أن يدافع عن حياته السابقة ويستردها مهما كانت العواقب. الممثلة إسراء عبد العزيز، ممثلة سعودية شاركت في مسلسل شيرشات بواقع 9 حلقات تلعب فيها أدوارا ثانوية إلى جانب أبطال العمل، إضافة إلى تمثيلها في حلقة واحدة من مسلسل بدون فلتر ومسلسل غير سلود، الموطن المملكة العربية السعودية. الممثل محمد الحجي، ممثل سوري يحمل شهادة بكالوريوس صحافة وعلاقات عامة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. كانت بداية ظهوره في التلفزيون مع الفنان الكبير خالد الحربي من خلال مسلسلات البيت الكبير وبابا فرحان، وقد اشتهر على مستوى الخليج بعد تقديمه بطولة مسلسل نعم ولا للكاتبة وداد الكواري عام 2007. من أبرز أعماله عندما يزهر الخريف، الخادمة، أهل البلد، الموطن سوريا، تاريخ ميلاده 5 مارس 1973، بلد الميلاد سوريا. الممثل عبدالله السدحان، عبدالله السدحان ممثل وكاتب ومنتج سعودي، ولد في مدينة الشقراء في عام 1958، درس في كلية الزراعة بجامعة الملك سعود، ثم اتجه إلى التمثيل على خشبة المسرح خلال فترة الدراسة الجامعية ومنها إلى التلفزيون. الموطن المملكة العربية السعودية، تاريخ الميلاد 13 مايو 1958، بلد الميلاد المملكة العربية السعودية. الممثل سلطان المقبالي، سلطان المقبالي ممثل من المملكة العربية السعودية، قام بالمشاركة في بعض الأعمال منها مسلسل سريع سريع عام 2019 ومسلسل الميراث عام 2020. الموطن وبلد الميلاد المملكة العربية السعودية. الممثلة مريم الغامدي، مريم محمد الغامدي ممثلة سعودية، ولدت في 29 أبريل 1949، قدمت العديد من الأعمال في التلفزيون والمسرح، وهي مذيعة ومخرجة مسرحية، ومن أهم أعمالها الميراث، موطنها المملكة العربية السعودية، تاريخ ميلادها 29 أبريل 1949. الممثل أحمد السعيد، أحمد السعيد ممثل سعودي مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، مواليد 6 نوفمبر 1994، بدأ مشواره الفني في 2014 من خلال الإعلانات التجارية، وبعدها قرر الالتحاق بورشة التمثيل وإعداد الممثل في الإمارات ومصر. الموطن المملكة العربية السعودية، تاريخ الميلاد 6 نوفمبر 1994. الممثلة شيماء سبت، ممثلة بحرينية، الأخت الكبرى للممثلات سذا وشيلاء وأبرار سبت. بدأت مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة، وساهمت بدخولها شقيقاتها وأمها بدخول الفن. الموطن البحرين، تاريخ الميلاد 26 أكتوبر 1977. أحمد شعيب، أحمد شعيب ممثل سعودي من مواليد مدينة الرياض، في 15 يناير 1981، كانت بداية مسيرته الفنية عام 2011 من خلال مسلسلي قول في الثمانينيات طاش ما طاش، لتتوالى أعماله بعدها والتي من أبرزها ألو مرحبا هذا حنا. الموطن السعودية، تاريخ الميلاد 15 يناير 1981. مها عبد الله،
مذيعة السعودية، ولدت 7 يوليو 1987 في السعودية. تخرجت في كلية الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. بدأت مسيرتها إعلامية في إذاعة ميكس اف ام من خلال برنامج نفسي أنحف، وبعد 4 سنوات أعلنت رحيلها. الموطن المملكة العربية السعودية، تاريخ ميلادها 7 يوليو 1987. تركي الشدادي ممثل سعودي، ولد في العاصمة السعودية الرياض. اشتهر بالمشاركة في أعمال عديدة، منها مسلسل FBI ومسلسل الميراث ومسلسل رشاش. الموطن وبلد الميلاد المملكة العربية السعودية. بندر باجبع كاتب وممثل ومخرج مسرحي، هو مؤسس فريق أراجوان للعروض المسرحية، وله عدة أعمال في مجال التمثيل والكتابة. الموطن اليمن، تاريخ الميلاد 8 مايو 1980. محمد الغباشي مخرج وممثل مصري، ولد في مدينة الإسكندرية بمصر. حصل على دبلوم إخراج وتمثيل من معهد الفنون الجميلة بالأردن. ساهم بتأسيس عدد من الفرق المسرحية في الأردن. الموطن وبلد الميلاد مصر. محمد الحلواني ممثل سوري وكاتب من دمشق، وعضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. شارك في العديد من الأعمال الفنية، من ضمنها مسلسل أحلى أيام. الموطن سوريا، تاريخ الميلاد 7 أبريل 1984. بلد الميلاد المملكة العربية السعودية. فمن هو ممثلكم المفضل؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا باشتراك وبإعجاب.